تعالى بقى نروح للخطوة الجميلة، الاختيار. اوكي يعني ده بقى المحطة اللي نقف عندها. بالظبط. ايه بقى، احكي لنا عن الدور الجميل ده اللي انت عملته. والله بصوا، انا من وانا في الجيش كنت بعمل حاجه كده برضو كانت مأمورية بالنسبه لي. كنا بنعمل حاجه عن فيلم الشهيد، وحصلت الحادثه بتاعه البرس، فروحنا لاهل شبراوي فسجلنا مع مراته، حتى هم مش عارف هيفتكروا ولا لا الموضوع ده، بس اكيد هيفتكروا، بس مش عارفين ان انا، لان انا كنت رايح بهيئه الضابط، يعني المفروض ان دي مأمورية بالنسبه لي، ما كانوش يعرفوا ان انا بمثل خالص. فسجلت مع مراته ومع ابنه ومع والدته ومع والده، ورجعت الاداره الناس كلها عماله تقول لي انت شبهه جدا، انت في شبه رهيب ما بينكم انتوا الاثنين، ان شاء الله في يوم من الايام هتعمل حاجه وتعمل انت شخصيه شبراوي، اقسم بالله من 3 سنين. سبحان الله. فسبحان الله فعلا كنت انت مجند ورايح في زي رسمي. كنت ضابط احتياط. وده كان بالنسبه لي الفيلم ده، انا معايا مصورين ورايحين نسجل، رايح تعمل حوار عنه. بالظبط. عمل دور. فسجلنا ورحت مدرسه باسمه، ولفيت شويه في شارع باسمه، وقعدت طبعا سمعت كل الكلام اللي اتقال عن الشهيد. فكان بالنسبه لي الموضوع جميل جدا جدا طبعًا. يعني مذاكرته كانت بالنسبه لي ممتعه. طب ازاي جت؟ لا انت ذاكرت ايه ده، انت اصلا عشته. بالظبط. بعدين يعني قبلها انا كنت خلاص انا حابب الموضوع، فحابب ان انا اعرف قصه الناس دي عامله ازاي يعني. طب الترشيح جه ازاي لحد انت شبهه؟ دكتور بيتر بصراحه، هو واستاذ خيري سالم، هما الاثنين. طب رحت قلت لهم ان انت كنت عامل عنه؟ بعديها والله بعديها. استغربوا صح؟ وكنت متصور مع عمر ابنه. استغربوا. وري طبعا بيتر ما صدقش. دكتور بيتر قال لي ايه ده؟ ما تهزرش. كنت ساعتها بقى في شعري شويه، فحس ان فعلا الصوره قديمه يعني مش بشتغل. شوف الصدف والنصيب. بالظبط. بس مسلسل مهم جدا، مبسوط ان انا عملت شخصيه زي دي بجد، حاجه حسيت ان انا حفرت حاجه في التاريخ. دكتور بيتر من احلى المخرجين اللي اشتغلت معاها بجد. تعرف يعني الدموع اللي بتنزل كل مرة مع الجملة دي، اللي هو ما ياخدوش حد مننا، معنى كبير قوي قوي بجد. هما طبعا كانوا بيخافوا انه حد منهم يتاخد، لانه كانوا بيمثلوا باجسامهم. فهم مش عايزين اي قطع من جسم زميل ليهم يشوه. وقد ايه كان في صراع على الرسالة دي، ان هو فعلا ما يخليش حد ياخدكم. مظبوط. واتقالت كذا مره من من كذا حد. يعني من المنسي قالها، من شبراوي كلها قالها، علي قالها، ضابط سباعي قالها، كلهم قالوها. يعني انا اموت لكن هم ما يلمسونيش. بالظبط كده. ولا يلمسوا زميل ليا. بالظبط كده. ما هو اموت عشان ما ياخدوش جثه حتى. لا بيقول له ما ياخدوش حد مننا، ما قالش ما ياخدونيش، ما ياخدوش حد مننا. مزبوط. لان كمان روحكم كانت في بعض وخايفين على بعض. ف المسلسل ده خلى الشعب كله، الشعب المصري كله في حته تانية. وبعدين الميت الميت ليه حرمته، فما بالك بقى بالشهيد. مظبوط. ليه حرمته وحرمته لدرجه ان بيدفن بملابسه، ما بيتغسلش. ما بيتغسلش. وبيبعث على ما هو عليه. فاحساسهم ببعض انه مش عايزين حد يمثل بجثمان زميل، يعني انا اموت وجثمان واحد زميل ليا ميت ما ياخدهوش برضه. مظبوط. فالتفاني ده اللي كان بين المجموعه حسسك بقد ايه ان في روح في الجيش قويه. احنا شفنا كواليس حلوه قوي، كان لازم نشوفها. بالظبط. ما هو دكتور بيتر بصراحه كان طول الوقت محافظ على ده، محافظ على الروح اللي موجوده بين التيم بتاع البرس ده طول الوقت، ويحاول يحفز ويحاول يوصل الصوره. الحلقه 28 دي اتصورت في حوالي 5 ايام، كانوا من اصعب 5 ايام بصراحه. وبالاخص مشهد الحمام دي كانت مأساوية بجد. شوف والله قد ايه وفي كم روح. بالظبط. يعني في مشاهد كتير اتشالت وشطات كتير اتشالت، حفاظا بس على ان احنا ما نضايقش الاسر بتاعت الشهداء. يعني هم دي الحاجه الوحيده اللي سمعوها ما شافوهاش. فدي الحاجه بقى اللي يعني الحلقه دي اللي فات ده كله في المسلسل ده هم عارفينه كويس، والناس كمان. لكن الحادثه دي ما يعرفوهاش، سمعوا عنها بس. والناس كانت بتبص برضو للجيش وللضباط وللجنود، شافوا قد ايه هم بيعانوا. مش مجرد ان هم واقفين في حمله ولا واقفين ماشيين بيتمشوا كده فجاء عدو او ارهابي خبطهم، لا ده الموضوع فيه معاناه. بالظبط. عشان يوصلوا للشهاده. لا وكمان ايه، استعرض المسلسل ازاي انت جوه الجيش بتتعلم.
بالظبط. بتتعلم رمي سلاح، بتتعلم ازاي تخاف على زمايلك، بتتعلم ازاي تطبق يوم واثنين وثلاث، ازاي تاكل نوعيه اكل معينه قليله، ازاي تتحمل تدريبات، بالظبط. ازاي جسمك يبقى داخل كده عامل زي الجيلي تطلع جسمك معضل، مظبوط. ازاي شويه شمس كانوا يجوا على وشك تقول اي الشمس اللي ساعدتني، فجاه بتقف حراسه بال 14 ساعه مظبوط. في مكان فيه شمس، يعني بتصنع رجال. دي الحاجات بصراحه اللي انا استفدت منها، الكواليس دي اللي حبيناها بقى. وانا دخلت كمان الجيش فالحاجات دي كانت بالنسبه لي ممتعه، ان هي بتتوثق بقى، يعني اللي انا شفته بجد وتعلمته بجد بيتصور وبيتعمل والناس هتشوفه وتفهمه. ظابط من حوالي 3 4 ايام كده وقفني في كمين وبيسالني هو الحاجات دي بجد بتحصل؟ فهو ما يعرفش ان في ناس بجد مش مصدقه ان في حرب، يعني في حدث زي ده هناك في يعني في زي البرس ده كتير، في ظباط زي المنسي كتير بس مش معروفين ومحدش عارف عنهم حاجه. ودي حاجة من الحاجات اللي في المسلسل بصراحة بسطاني جدا ان مسج زي دي وصلت للناس.